إخوان، شوية شوية ديال البارتاج. الفضيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الشعب ولا عاش من خانه. اللي كيرمي الشعب ديالو في البحر شوفوا واش تيوقع له. الواقعة ها هي الفضيحة الكبيرة اللي كتشوفوا. شوفوا الاستقبال اللي داروا للزعيم نتاع الصحراء اللي كيدافع على الشعب الصحراوي. شوف الاستقبال اللي داروا له بلجيكا. سماع فرعون السادس، الدبلوماسية ديالك مشات. الوزارة نتاع بلجيكا عطات لك كيما نقولوا على الإرهاب، ودروكا هما شوفوا واش جابوا. هو اللي كيمثل الصحراء، يعني الصحراء ما كتسالش فيها نتا فرعون السادس، يعني المسيرة الخضراء نتا فرعون السادس ما تقدر. المهم نمشيو حاجة بحاجة الإخوان، نمشيو حاجة بحاجة. ارواحوا تشوفوا محمد السادس اللي كان صاحب اللو عاد يضغط على اوروبا من يرمي 8000 ولا 9000 واحد نتاع المغاربه يرميهم في البحر ولا يصيفطهم لسبته ومن ليليه. صاحب اللو عاد يضغط. ايوا هو محمد السادس، فرعون السادس. ها هو شوف الاستقبال اللي داروه له. ما يديرولكش انت الاستقبال بحال هكا، لا انت ما يستقبلوش. عادي نوريو التصاور ديالك فذكر انت. يا ها فين راك لاهي يا فرعون السادس؟ ها فين راك لاهي؟ في القهاوي والتقاصر دبر راسو. واش هذا كيمثل دولة؟ هذا يعني بالي بيك. المهم نمشيو حنايا للمعقول. شوف الاستقبال اللي داروا، شوف الاستقبال. ودي والله العظيم الاخوان، ماشي نقول لكم، والله العظيم انا الشهاده اللي كنقول في هاد الاخوان ديالنا نتاع الشعب نتاع الصحراء، والله لا برافو عليكم بالله. ماشي زعما تملقه ولا بنادم راه، والله لا باز. علاش كيعجبوني؟ علاش الاخوان؟ علاش كيعجبونا هاد الاخوان اللي في الصحراء؟ علاش؟ علاش دخلوا المحبه؟ يعني بنادم يبغى يعزازوا عليه الناس بحال هكا من يكونوا شرفاء، ما يركعوش، ما يركعوش للرئيس ديالهم ولا الزعيم ديالهم اللي كيمثل لهم واللي يدافع عليهم، يعني الممثل ديال الصحراء. ما كيركعولوش، ما يهودوا له، ما والو. شوفوا الاخوان في الصحراء من وجدوا لهذا ابراهيم غالي، شوف الاستقبال كي داير. البوليس داو ابراهيم غالي، لاموطويات القدام، السيارات الفخمه، المرسيدس دوك النوع الرفيع، الماتريكول نتاع بلجيك، باش ما تقولوش هاد الناس راهم غي كيخربقوا. فرعون السادس مشى له الصلاحيه، مشى. ماشي نتوما الشعب المغربي الحر، ماشي انت اللي مشات لك الصلاحيه، لا ماشي انت، مشات لفرعون السادس. الحكم ديالو راه في النهايه ديالو. فرعون السادس مشالو الحكم، عرفوه باللي ما صالحش، باللي الاخوان ديالنا في الصحراء بغاو الاستقلال ديالهم بهاد العلويين، هادو اللي عذبوا الشعب، وحنايا كذلك بغينا الاستقلال بهاد العلويين. هادو كلشي راه يطالب بالاستقلال، الناس اللي ساكنين في الرباط ويطالبوا الاستقلال بهاد فرعون السادس هذا. عندنا اتصال. المهم غادي نمشيو حنا غير شويه بشويه الاخوان. هادي عاش الاخوان، عاش الشعب والاخوان الصحراء، الله يلا بز عليكم. علاش حنا كيعجبونا الاحرف فيما كانوا في العالم؟ علاش؟ لانهم ما يقولوش عاش غالي ولا يطول في نعام سيدي يا غالي والرعايه الساميه. لا، الزعيم وصل لبلجيكا ما داروا لا هاي لا حس لا والو. الوصول بروتوكول. لو كان محمد السادس يجيو يديروا له هاد الشيء هذا، الاذاعات كاملين تجبر صاحب الدجاجه وصل الى بلجيكا. محمد السادس مشيت، ما جيتش انت بلجيكا، راك كتجي لها كتجي تقصر. راه وصلوا التصاور ديالك فين كتمشي تقصر؟ راه فرعون السادس انت كيعجبك اللهو، عاد ما شبعتش اللهو، مولفين اللهو. نتوما كتلعبوا بكري، نتوما كتلعبوا على البيسكليتات في القصر. ايوا زيد بلا ما نوريو لكم التاريخ ديالكم. عاش الشعب ولا عاش من خانها. ابراهيم غالي في البرلمان الاوروبي، ابراهيم غالي في البرلمان الاوروبي، ولكن الحاجه اللي تعطي الدبلوماسيه حنا كنشوفوا بالعينين ديالنا واحد الاستقبال. والله الا واش نقول لك، زعما واخا انا عندي مواقف بالدول لا بلجيكا لا شي مرات التسيير ما كيعجبنيش، ولكن الاستقبال عطاولو القيمه، عطاو القيمة للإخوان ديالنا في الصحراء. شوف الاستقبال، شوف السيارة الفاخرة فجا. أشوف فرعون السادس، شوف الضغط اللي بغيت دير على مدريد، شوف واش تنوض لك داك الشعب اللي راك تفكر، شوف واش هذا، شوف الإرهاب اللي درت، شوف واش راه جاوك. هما جاو واحد الشعب سميتو الشعب الصحراء،
ما كيقولوش الله يرحم، ما كيركعوش، ما يهودوش في الارض، يهودوش هكا ثلاثه ديال كي سميتو يقول لك احترام. لا شوف شوف الاخوان ديالنا في الصحراء مين حلوا الباب تاع مرسيدسات الفخمان تاع بلجيك، بلجيك كافر عاود السادس، البوليس ديال بلجيك هما اللي استقبلوا ابراهيم غالي. ايوا نوض كل راسك، خرج دبلوماسيه وخرج داك التيجاني وخرج التوشكاني وخرج الفيزازي وخرج قول لهم راه هذا الشيء ما كاينش، لانك انتيا ما كتمثلش الشعب والاخوان ديالنا في الصحراء. تحيه من جديد، والله العظيم الا تستاهلوا هذا الشيء هذا، لان المواقف ديالكم ثابته ضد النظام العلوي، وانا ما راه ما كندلق حتى لشي واحد ويكون ليكون حنا الاحرار هكا، ولكن من كتشوف هكا كتعطيك الكوراج باللي اوروبا وباللي العالم عرف داك فرعون السادس باللي ارهابي بهذه الكلمه هذه الاخوان. شوف شوف الفيديو، غادي نفوت لكم الفيديو، شوفوا الفيديو واش تافيه الاستقبال. شوف الانسان اللي كيدافع على الشعب ديالو، الراس ديالو رافعو لفوق، واللي كيعرض الحيل الباب ما يهودش 5 متر في الارض، ما يحنيش ما يحنيش. شوفوا غادي شوف هذا اللي كيستنى عند البرلمان، عند الباب ديال البرلمان الاوروبي. شوفوا الاخوان ها هو هذا كيستناه، شوفوا السياره باش ما يقولوش الناس اودي الترقيم بلجيكي تي ال ا بي 480، تي ال ا بي 480 ها هي السياره بلجيكا اللي كيقول لك هذا الشيء ما كاينش. نعاودو نديكم لبلاصه اخرى، حنا شويه بشويه عاد نفوتوا لكم الفيديو الاخوان باش بنادم ما يقولش اودي هادو اللي الفوق اللي موراه البوليس نتاع بلجيك بلا موتويات. الحقيقه الحقيقه شوف شوف فرعون السادس، شوف شكون هذا، اشكون هذا فرعون السادس؟ هو ابراهيم غالي، داك الشعب الصحراوي اللي كنت كتقمع فيه 65 سنه ولا ما عرف شحال سنه. ها هو ها هو ها هو نوض نتايا قول لهاد بلجيكا واش تراكي كديري، قول لهاد اوروبا واش زيرو عليك بكل جهه بكل ناحيه وطريق. الشكايات ديالك ما ولاتش تاكل، السفارات القنصليات ديال فرعون السادس مشالو الصلاحيه. بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو بارطاجيو باش باش نزيرو على الفرعون السادس. صافي يجمع القش ديالو يمشي يهرب الكسميتو عند الصهاينه، يمشي يخوي ديك البلاد. حنا رانا على المنطقه ديال الريف راه بجهه، الصحراء بجهه، والشعب يخرج بجهه، كاملين بغينا الحق ديالنا. يمشي يمشي هاد العلاوي، صافي مشات له الصلاحيه. العلاوي ما بقاش ما بقاش يستقبلوه. شوف شوف لا موتويات ديال بلجيك، لا موتويات نتاع الشرطه البلجيكيه. نوض انت يا دير الحرب معاهم، يلا نوض تحرك. فرعون السادس ما تقدرش تخرج مع التوجك تيجاني والتوجكاني ومالكو، وليتو تدافعوا غير على دوك المتطرفين. تعيش العز، العز الاخوان ديالنا في الصحراء، الله الا جبتوا العز. ونقولها لكل مغربي حر وعنده نفس حره، ما تكرهوش خوتنا اللي في الصحراء ولا تقولوا انفصاليين ولا هذيك، هذوك الناس راه تكرفسوا. انا ما رانيش هذا الشيء اللي وصلوا له بالمثابره، وكيقبضوا دائما في النظام العلوي، وكيقول لك لا في التعاليق يقول لك حنا ما عندناش المشكل مع المغاربه، عندنا المشكل مع فرعون السادس. ها هو فرعون السادس، مرضوا لك القلب، طيحوا لك القلب على شوف ربي راه كيجيب يجيب اللي يعذب. ذاك الشعب اللي راك كتعذبه وكترميه في البير وتفرج فيه، ها هو جاب الله تعالى. كاين 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 اللي الخلاص راه جاي. ها هي بلجيكا، شكون هادو؟ هذه هذه قول عاود ثاني مؤامرات خارجيه، وروح قول لبلجيكا وقول الاتحاد الاوروبي علاش كتجيبو. العز والله الا العز بالله، انا كنقول لكم الحقد قلعوه بالقلب. سمحوا لنا شي وحدين كيبغيو يبلوكيو الاخوان، ديروا شويه ديال القلوب، شي وحدين راهم يطلعوا. بارطاجيو الاخوان في اقصى حد لفضح محمد السادس فرعون السادس، مشات له الصلاحيه في اوروبا. محمد السادس مشات له الصلاحيه في اوروبا، استقبال من النوع الرفيع، استقبال لابراهيم غالي زعيم البوليزاريو، زعيم الاخوان ديالنا في الصحراء. علاش؟ لان فرعون السادس نقولها لكم الشعب، راه الا ما انتوش جريتوا على ذاك فرعون السادس اللي راه زاد عليكم في الزيت والماء والضوء، هذاك هذه هي الوقيته فاش جريوا عليه. صافي راه في المرحله ديال الضعف،
راه داس في القصر ديالو ما راش كيخرج كيخرج يقصر. واش اللي كيخرج يقصر الاخوان؟ اللي كيخرج يقصر يخرج في المقاهي والبلاد عامره بالمشاكل، كيخرج في السهرات الليليه البلاد عامله مشاكل. ها هما الاخوان في الصحراء اللي راهم كيبغاو الحق للشعب ديالهم، ها هما واقفين واقفين في البرلمان الاوروبي، عرضوا لهم البوليس، جاوا في الطائره عرضوا لهم الطائره البوليس، عرضوا لهم القدام. روح انت فرعون السادس، دوك الحلايقيه ديالك ودوك اللي كيلعبوا بالشعب. صافي صافي، النهايه مشات، النهايه ديال فرعون السادس هذا هو الشعب. عاش الشعب، خرج جري على هذاك اللي راه في القصر، لا يمثلونا لا يمثلونا. ها هما الاخوان ديالنا في الصحراء، شوف هادو واش النايله هضرت عليهم الاخوان، ما كيهبطوش. شوفوا عادي نوليو لواحد الحاجه، شوف مين حلوا له الباب، هذا مين وصل. غادي نمشيو حنا حاجه مور حاجه، شوف الوصول. شوف مين وصل، شوف شوف الخرجه، شوف الخرجه. ما ركعلوش هادو الاخوان ديالنا في الصحراء، هادو بالصحراء ما ركعولوش، ما يهودولوش، يقول لك راه احترام. لا لا، هذاك الذل، هذاك عبوديه، تبقاوش تلعبوا على الناس. كملنا كملنا، سالينا سالينا بفرعون السادس. كاين اللي يقول لك واش طيح واحد المملكه عندها 12 قرن. محمد السادس ما عندوش 12 قرن، يعني يعيش غير واحد، ما بقالوش بزاف، بقى شحال واش تدا معاه. محمد السادس اللي عاد يطيح، ماشي عاد 12 قرن حنا عاد نرجعوها. فرعون السادس خرجوا، راه زادوا عليكم في كل شيء الاخوان. واش شفتوا راه مشات له الصحراء اللي كان يسرق بها الفوسفات ويزي والبحر وهذاك، عادي تشوفوا واش يزيد عليكم، عادي يزيد عليكم واحد الفضيحه اللي ما كايناش. بارطاجيو الاخوان في اعلى نطاق، محمد السادس، اسقاط محمد السادس بكل النواحي، لا سواء في اوروبا في الاتحاد الاوروبي. دوك الكذوب اللي كيكذب على الشعب، النهايه ديال فرعون السادس. الشعب اللي راك كتكذب عليها فرعون السادس وتقول له راه عندي الدول راهم كيخدموا معايا، واوروبا المصالح، وحنا عندنا التجاره، وماكرون الصديق ديالي، وبلجيكا راه عندي معاها. ها هما بلجيكا شكون استقبلوا، ها هو الاتحاد الاوروبي شكون استقبل. نخليو لكم الفيديو الاخوان ونكملوا التعليق. شوف شوف شحال ديال البوليس تما، شوف شحال ديال البوليس، شوف البوليس اللي ولاو يحميو ديال بلجيك، البوليس ديال بلجيك. اني انا كنسكن في بلجيكا، يعني واش تنقول لك لهاد الناس هادو؟ كل واحد عنده الحق. واش الا خرج الطالب بالعيش الكريم وبغيت الاستقلال، بغيت تعيش بحر بدوك العلويين؟ هما الناس راه كتشوف بالعينين ديالهم. فرعون السادس فين راهم الممثلين ديالك؟ ما بقاوش يبانوا بحال القطوط، دسوه صافي صافي، ما عندهم فين يردوا الوجه. وليتو كدافعوا غير على المتطرفين، ودوك دوك الائمه ديال المساجد راه هضرنا عليهم وهضرنا، نقولها للشعب. محمد السادس راه في واحد الحاله خطيره، ما يخرجش ما يخرجش. هما الناس رافضين الريوس ديالهم، هو البرلمان الاوروبي. شوف هو داخل البرلمان الاوروبي الاخوان، تفرج شوف الاستقبال، شوف الاستقبال القدام، شوف الدبلوماسيه ديال بصح. شوف شوف ما كاينش الركوع، ها هو دخل، ها هو دخل البرلمان، البرلمان الاوروبي. واش هذا الشيء هذا الاخوان اللي كيقول لك انت غير المهم؟ هذا ماشي مشكل، هذا ماشي مشكل اللي بغاوهم، ها هو المشكل اللي عندكم. انا ما عارف، ما ها هو المشكل اللي عندك فرعون السادس. روح عند او احضرك دير هاي لالا، روح ديرها الى لا وانتوما وهاديك ورا ما صافي. الشعب صافي، الشعب بان له الحقيقه. محمد يسقط محمد السادس، وسقط محمد السادس، وعاش الشعب. هذه هي الحاله ديالنا، نمشيو لذاك القصر نجريو على ذاك المشرك، نمشيو لذاك القصر نخرجوا ذاك المشرك اللي راه داير عطيها. واش الاخوان غادي نمشيو نمشيو لكم غير هاهم؟ واش هذا، واش هذا هو اللي غادي يحرركم؟ واش هذا هو اللي يدافع على البلاد؟ نزيدوا تصاور اخرين كاين الاخوان، سمحوا لنا الاخوان. واش هذا؟ شوف فين راه، شوف شوف فين راه. واش هذا اللي غادي يخرج؟ ما بغيناش نفوتوا لكم شي تصاور الاخوان اللي ماشي هما هذوك. شوف شوف الناس اللي خارجه، شوف الناس اللي كتدافع على الشعب الراس مرفوع
وخارجين في هاد الوقيته ما على بالوش يمشي بلجيك يمشي صافي. الناس راه كتخدم بغات الشعب ديالها يعيش صافي، ومن كيشوفوك هاد العالم يشوف باللي كدافع بحرقه على الشعب. بصح ماشي بحالنا حنا، ما كان لا ركوع لا والو. علاش انا كنهضر على هاد الناس بالعز؟ لان هادو يكونوا مثال عاوتاني ديالنا، قدوه قدوه. ماشي نقولوا حنا لهاد الناس ما كيركعوش ما كيهبطوش ما كيبوسوش للدين، ما عندهمش عيد العرش، ما عندهمش الرحمن وعلى العرش استوى. ماشي هاد فرعون السادس، شوف 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 تمنظر مزيانه فرعون السادس. راني عارف باللي الخبر كيوصلوك صافي. ها هي الا ما وصلكش هاد الخبر نتاع البرلمان الاوروبي ما قديتش، ما راهمش. ها هو وصل. وعاش الشعب، عاش الشعب الصحراوي، عاش الشعب في الريف، عاش الشعب في الرباط، عاش الشعب في الدار البيضاء، عاش الشعب في فاس، السوس، تيزين تيشكا، الاطلس، كلشي نوضو نوضو طورو على داك فرعون السادس صافي. كيفاش يحكم عليك واحد؟ شوف فين راهم الناس، فين وصلت؟ وجدوا لهم. ايوا نوض انت فرعون السادس، نوض هضر، نوض هضر، تكلم وقول لهم انا وانا وانا والدوله ديال الحق والقانون، وهذه مؤامره خارجيه، وانا يرى عندي من يكذب على الشعب راني درت واحد العلاقه حامي. واش التغريده نتاع ترامب؟ ديك التغريده ديك عرفت واش هو التغريده اللي ما كاين؟ نهضر باللغه ديال ولد الشعب، التغريده يعني محمد السادس دار التطبيع، لان الرئيس الامريكي السابق ترامب دار له واحد التغريده، زعما كتب في واحد الصفحه باللي الصحراء مغربيه. غير باش يكتب، شوف محمد السادس دار التطبيع وباع الشعب ديالو وباع الارض ديالو كل شيء. يعني علاش كنقول باع الشعب ديالو؟ يعني ما سولش الشعب ديالو واش قابل ولا ما قابل. الشعب ما قابلش التطبيع، هو التطبيع واش تجاوب لك؟ هما الصهاينه واش تجابوا لك؟ شفت ولات الحقيقه ديالك؟ ها هما جابوا العز صافي، الكلمه ديال الحق، النضال الاخوان كتشوفوا، ها هو النضال ديال المعقول. ما كيديروش الناس حتى يوصلوا البرلمان الاوروبي. الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه. ها هما الاخوان ديالنا في الصحراء، الانتصارات ديالهم، لان من الانتصارات ديالهم انا عجبني الحال من واحد الراقي، ماشي نقولوا الكلمه ديال الحق، واحد الراقي مشى قال لهم ندير لكم الرقيه الشرعيه في بوج دور، جراو عليه جراو عليه. ماشي بحال حنايا لا كاين فينا شي ناس ولا راه مسكون راه في الجنه، خرجوا الجن اللي راه في القصر، اخرجوا. ها هو هو الاخوان. واش شوف واش هذا عادي؟ شوف راه لاهي في الملاهي الليليه، روح خرج وقصر دبر راسك. راه ما قلناش حنا، ولكن الا كان بنادم، الا كانت الدوله ما فيها شبعه كلش، شوفوا شوفوا. وزايدها بامير المؤمنين، شوف فين راه امير المؤمنين، شوف فين راه. ما بغيناش نوريو لكم شي تصاور ماشي اخلاقيه من الاخلاق ديالنا، ولكن من الاخلاق ديال فرعون السادس، ولكن حنا ما نوريوهاش، نوريوها هما. شوف شوف الاستقبال، شوف العساق، كلشي في الجناب. ويا ويا الله الى العز بالله، حتى بلجيكا الله الى عرضت له بالبوليس بكلش. نعاودوا لكم من جديد الاخوان، من جديد. هيا فرعون السادس دي على قلبك. الله الى العز بالله. هاي الصحراء، ديك الصحراء اللي راك تقول يا محمد السادس، ابقت غير في التعليقات. ها هما الناس ديال المعقول، كتبها فاجئوا على قلبكم. نعاود لك جديد باش ما تعرفوا تصاحب لكم، رانا نلعبوا هنايا. هذيك القضيه ديال الصحراء ديال محمد السادس، هذيك كتبها في التعليق الناس. ها هما نعاود لك، الا ما شفتش داك الفيديو خلعك، نعاود لك الفيديو، نعاود لك. ها هو ها هو ويا شوف 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 الاستقبال، شوف الاستقبال، شوف شوف البوليس، مشحال ديال البوليس الاخوان، شوف شوف مشحال ديال البوليس اللي وجدوا اللي كيحضيو. شوف راه مورا، اشوف راه مورا كيحضيو الزعيم ديال الاخوان ديالنا في الصحراء. فين راه كافر عاون السادس؟ فين راهم دوك السفراء ديالك والقناصيله لاهيين مع العماء كيصيفطوا الدواعش، لاهيين مع الدواعش. شوف فين وصلوك، شوف فين وصلت، تلهيت مع الصهاينة التطبيع. والله العظيم ان شاء الله داك الشعب عاد يخرج يجري عليك. اخرج ايها الشعب، اخرج جري على فرعون السادس صافي. الصلاحية انتهت،
صلاحيات الحكم العلوي انتهت، وفي القريب العاجل عادي تشوفوا العجب. انا كنشوف النهايه كل وقيته كنتوقعوها، الغلاء ديال الزيت ديال المعيشه ديال كلش. شوف شوف الناس اللي راها كتدافع على الحق. شوف من جديد من جديد الاخوان، من جديد الفيديو من نوع الرفيع كما كنقولوا، طوموبيلات، العسال، المخزن، البوليس، وفي العاصمة بروكسل فين عندك السفارة وفين داير المركز الإسلامي، دوك الأئمة ديال البلد تما اللي جهد السيد. هذه الكلمة ديال الحق اللي كنقولولها لكم الإخوان. ما هذا السيد هذا ها هو فين راه لاهي. شوف في السلفيات وكيمشي في شي بلايص، بلا ما نقول لكم راكو عارفين، كيمشي للملاهي. لا يمثلنا فرعون السادس، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. ايوا نوض فرعون السادس، دير المسيره الخضراء ولا المسيره الحمراء اللي كذبتو، اللي بعتو بها سبته ومليليه نتايا وداك العائله العلويه ديالك. النهايه ديال النظام، المسيره اللي عادي تخرج ولا باش يخرجوا مع فرعون السادس، ما كاينش اللي عادي يخرج مع فرعون السادس. بقاو هذوك اللي كتبوا في التدوينات راه الصحراء ديال محمد السادس، ما بقات لكمش الصحراء. لما ليها الاستقلال ديالهم اعلن، دخلوا البرلمان الاوروبي، لان هذا فرعون السادس هذا ما كيعطيش الحق للناس. وحنايا كذلك نتمنوا الاستقلال بهاد العلويين، ويخرج الشعب كلمة واحدة، إسقاط فرعون السادس، نهاية العلويين على يد الشعب. وتحيا، عاش الشعب ولا عاش من خانها الإخوان، عاش الشعب ويعيش الشعب، ويسقط فرعون السادس اللي كيدير اللي كيركعوا له. نشوفوا ذاك الركوع، ونشوفوا واش الصعا هاينه، ونشوفوا واش ديك الكمان جامع الاذان، ونشوفوا واش غادي ينفعوك. ما تنفعك حتى شي حاجه، هذا عذاب ديال الدنيا راك كتعذب، استنى عذاب الاخره. نهار فاش تبلع العينين فرعون السادس، ايوا تما شوفوا هل ينفعكم اموالكم واولادكم. فتنة لكم اموالكم، فتنة لكم دوك الكونتات والفلوس اللي كتهرب لاوروبا، واللي تهرب لبنما، واللي كدير ها هي اوروبا. شوف واش تعطات لك هنايا درس لن تنساه، لن تنساه، ويكون نتيجة ان شاء الله السقوط، السقوط بيد الشعب الحر. عاش الشعب ولا عاش من خانه، تحياتي الإخوان. يسقط العلويين، يسقط أئمة الكفر، لا أيمان لهم، ونشروا الإسلام الحقيقي والسلام. وحنا ما عندناش العداوة ولا مع الشعب الجزائري ولا الصحراوي ولا الريفي ولا طنجاوي، حنا بغينا نعيشوا بالحق ديالنا وصافي، بالكرامة ديالنا، ما يلعبوش علينا هاد العلويين. تبقوا على خير الإخوان، اللهم انصرنا على القوم الظالمين نصرا عزيزا حكيما، يا من يعلم علو الجبال وعمق البحار وعدد ورق الأشجار وعدد نقط الأمطار. يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، اللهم انصر الشعب، اللهم انصر الشعب على هذا الدكتاتور الفرعون السادس. يا من يقول للشيء كن فيكون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.